بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، منذ لحظات انطلق الشوط بنقول الثامن عشر في تعداد ومجموع هذه الأشواط، الشوط الثامن عشر خصص للإبكار، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في هذا الختام لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الشوط. نذهب إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، ما شاء الله. هناك اللي في المركز الأول، اللي هي طيف لسالم بن علي بن حميد الهاشمي، النقلة على المركز الثاني الشاهيني سيب بن يمع بن خميس الغويص، وفي المركز الثالث أيها الأخوة، هنا من تأتي في هذه اللحظات هملولة لعلي بن خليفة بن علي بن دلموج الاكتبي يا السلام، وفي المركز الرابع الحارس خلفان بن سيف الأغويس، بينما اللي في المركز السادس اللي هي قرموش سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع راهية لمحمد بن علي بن علوان، بينما اللي في المركز الثامن الذيب لراشد بخلف بن مطر بن علوان، وفي المركز التاسع هنا هملولة لصالح محمد العضيلي العامري، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله بروك ومحمد بن ناصر بن علي بن دلوان. يا سلام، شعار الصالحية. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ضعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر، يا سلام، اللي مسيطرة على مقدمة الشوط والصامتة على المركز الأول والحاضرة بهذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز. يا السلام يا السلام يا السلام، الله يهملوله لعلي بن خليفة دلموج الاكتبي، ولا من ولا من ولا من. نعم، نقلتنا على المركز الثاني، المركز الثاني طيف لسالم بن علي بن حميد الهاشمي، وهناك رموشة لسهيل بن خليفة بن عبيد الحمية على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع شهينية سيف بن يمع بن خميس الأغويس، وفي المركز الخامس اللي هي الحارس لخلفان بن سيف الأغويس. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز حاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا الانطلاق المميز، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. يلا يا قرموشة على الصدارة مع مقدمة الشوط، وسهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، من يذهب بسلام إلى هالي وين؟ بقول خوانيج، إلى هالي الخوانيج، ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الأعزاء، المراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. وأول ندى للذيب لراشد بخالة مطر مع علوان، ودخولها وانتقالها من موقع إلى موقع، ما شاء الله. المركز الثالث هناك من الجانب الثاني اللي هي طيف لسالم بن علي بن حميد الهاشمي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، حاضرة في هذا، الله ما شاء الله. شوف 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 التسلل، شوف التسلل على صدارة الشوط على المركز الأول. يا سلام، أبناء بن علوان من يقدمون هنا، طيف طيف ولا الذيب عفوا لراشد بن خلف بن مطر بن علوان الاكتبي، والسلام الثاني على ما ظن، السلام الثاني يبغي يصبح 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 في دار الخوانيج. الله يا ابو سريدة، الله يا ابو سريدة، بنقول سلام بنقول سلام. ولا بن علوان ايضا حاضر هنا مع راهي محمد بن علي بن علوان الاكتبي، اللحظات الأخيرة ولكن الذيبة، خلاص بقول سلام 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 عليكم يا هالي الخوانيج. شكرا لمضمر الذيب، شكرا للكوكبة هنا اللي قدمت وحضرت لتتابع مالك الذيب. تهانينا لراشد من خلف بمضرب علوان، واسعد الله صباحكم للمرة الثانية على التوالي في هذا الناموس الجميل، هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس المركز الثاني لمحمد بن علوان، المركز الثالث شعار العضيلي، المركز الرابع. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك حقيقة الذيبة راشد بن خلف بن مطر مع الوان الكتبي، 4 دقائق 38 ثانية 89
جزء من الثانية تهانينا والناموس.